كم من أشخاص اهتدوا إلى الدين إلى الإسلام خلال الحديث عن الإمام الحسين؟ عشرات الألوف. في كتاب لأحد الإخوة المستبصرين اسم الكتاب لقد شيع عن الحسين. أي شخص يقرأ عن الإمام الحسين يعشق الحسين. أي شخص يقرأ عن الإمام الحسين يعشق الحسين. أي شخص. أولا لأن الإمام الحسين حق، ولأن الإمام الحسين إيمان، ولأن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثانيا لأن الإمام الحسين كان بطلا في كل شيء. السلام عليك يا بطل المسلمين. الشيء اللي في وجدانك وتحبه، أنت تحب العدالة، الله وضع في فطرة الإنسان حب الخير، حب الصلح، حب الصلاح، حب الإصلاح، حب العدالة، كره الظلم، كره الطغيان. الحسين جسد هذه القيم والمثل بيده، بلسانه، بدمه، بعائلته، بأولاده، بأصحابه. طبيعي الإنسان يحب البطل، خاصة البطل اللي يبحث عنه في أعماقه، يعني في داخله يريد العدل. وجسد الحسين العدل في حب الحسين.